بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. العزة درة من درر أخلاق الإسلام الراقية. تعالوا بنا نتعلم العزة، وهل عزة إلا في رضا الرحمن؟ وهل عزة إلا في اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ عزة المؤمن موضوع حلقتنا في درر، فهلموا بنا إلى درر الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومعا نبدأ رحلة اليوم مع درة جديدة من درر الشريعة الغراء، نستضيف فيها كعادتنا فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. أستاذنا الكريم، درة اليوم هي العزة، والعزة مطلب أساسي عند جميع البشر. أولا، هل العزة حاجة عند الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن الإنسان كائن متحرك. ما الذي يدفعه إلى الحركة؟ حاجته إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائه كفرد. وما الذي يدفعه إلى الحركة؟ حفاظاً على بقاء النوع، الزواج. وما الذي يدفعه ثالثاً إلى الحركة؟ حفاظاً على بقاء الذكر، تفوق. فالحاجة الثالثة حاجة بكل إنسان، يحتاج أن يكون متميز، يحتاج إلى أن يكون متفوق، يحتاج إلى أن يشار إليه بالبنان، يحتاج إلى أن يقال هو المهندس الأول، طبيب الأول. هذه الحاجة مهمة جداً، الحاجة إلى التفوق. هذه الحاجة إلى التفوق الحقيقة تلبى في الدين، والأصح من ذلك أن حاجات الإنسان كلها حيادية، يمكن أن يسلك بها طريقاً إسلامياً دينياً صحيحاً يتألق به، أو أن يسلك طريقاً آخر. مثلاً الشهوات التي أودعت فينا، هذه الشهوات ما أودعت فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. فالحاجة إلى المرأة لها قناة نظيفة طاهرة هي الزواج، والحاجة إلى التفوق، والحاجة إلى تأكيد الذات هو التفوق. إن تفوقت في اختصاصك، في دراستك، في عملك، في فهمك، في حركتك، هذا التفوق يشار إليه بالبنان. فكل الحاجات الفطرية التي أودعت فينا لها منهج في كتاب الله. لذلك الإنسان حينما يؤمن حقق حاجته إلى السلامة، وحينما يعمل صالحاً حقق حاجته إلى السعادة، وحينما يربي أولاده حقق حاجته إلى الاستمرار. فالسلامة والسعادة والاستمرار حاجات أساسية. إذن هذا الإسلام دين الفطرة، توافق الإسلام مع فطرة الإنسان 100%. فأقم وجهك للدين حنيفاً
فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة أن تحب الخير وأنت فطرت على ذلك. فالإنسان لماذا يرتاح إذا تاب إلى الله؟ لأنه اصطلح مع فطرته. لماذا يحبه الناس إذا تاب إلى الله؟ اصطلح مع مجتمعه. لماذا هو في أعماقه أسعد إنسان؟ اصطلح مع ذاته. فلذلك قضية توافق الدين مع الفطرة شيء مذهل في هذا الدين العظيم، بل إن بعض العلماء يقول هو دينه الفطرة. إذا سيدي فطر الإنسان على محبة العزة، أن يكون عزيزاً. بس هو في نقطة دقيقة، أن تحب العزة شيء وأن تكون عزيزاً شيء آخر. أن تكون عزيزاً هي الصبغة، وأن تحب العزة هي الفطرة. نعم. وما الطريق الشرعي السليم ليصل الإنسان إلى العزة؟ عزة النفس. والله حينما نطبق منهج الله، نحن أعقد كائن في الكون الإنسان، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذا الكائن المعقد إعجازاً له صانع، لهذا الصانع تعليمات هي القرآن والسنة أو كتب السماوية سابقاً. فهذا الإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله يسلم ويسعد، يسلم ويسعد ويتفوق. فطريق الدين طريق السعادة، طريق التفوق، طريق الأمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بل إني أقول في بنفس المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. فالعزة تأتي من التفوق، والتفوق حاجة إنسانية، وهذا الدين في تفوق. حينما تزداد علماً، تزداد طاعة، تزداد ورعاً، تزداد تطبيقاً لكتاب الله، تشعر أنك قريب من الله. هذا يكسبك سعادة لا توصف. لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذه السكينة عطاء إلهي، والحقيقة شيء يحار به الإنسان. هي سعادة، هي قرار سليم، هي رؤية، هي موقف شجاع، هي قبول لوجوده ولخصائصه ولما أعطاه الله إياه. مهما تحدثنا عن السكينة لا ننتهي، هي العطاء الإلهي الأكبر. نعم. جزاكم الله خيراً أستاذنا الكريم. لو انتقلنا إلى محور آخر، ربنا جل جلاله من أسمائه العزيز، والعزة لله، وكما تفضلتم نصل إلى العزة عن طريق تطبيق منهج العزيز جل جلاله. والعزيز اسم من أسماء الله الحسنى ارتبط باسم الحكيم في كتاب الله تعالى، نجد كثير من الآيات العزيز الحكيم. ما سر الترابط بين العزة والحكمة عنده جل جلاله؟ والله أحياناً يأتي هذا الورود عزيز حكيم، قد يكون الثاني سبب للأول. فأنت عزيز لأنك حكيم، حينما تعطي كل شيء حقه، تعطي الأشياء حق الطبيعي، تعامل الوالد معاملة كما أراد الله، تعامل الوالدة كما أراد الله، تعامل الزوجة كما أراد الله، تعامل أولادك كما أمر الله، تعامل من حولك، جيرانك، من هم على شاكلتك كالمؤمنين، والطرف الآخر له معاملة خاصة وفق منهج الله. أنت حينما تأتي الحركة مطابقة لمنهج الله تشعر بهذه العزة. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فما اتخذ الله وليا غير عزيز، لأنك عبد لله فأنت عزيز. نعم. أستاذنا الكريم، الله تعالى عزيز ومعز جل جلاله، وفي الآية الكريمة: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالعزة من الله والذلة من الله جل جلاله. لكن الملمح الدقيق فيما تفضلت به من هذه الآية أن الله عز وجل قال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، تعطي من تشاء و تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لكن ما قال بيدك الخير والشر.
قال بيدك الخير. ماذا يستنبط؟ أن إيتاء الملك شيء خير، أن إيتاء الملك خير، وأن سحب الملك خير، وأن الإعزاز خير والإذلال خير. لذلك الله عز وجل يذل ليعز، ويخفض ليرفع، ويمنع ليعطي. والإنسان حينما يرى حكمة الله في المنع ينقلب المنع عين العطاء. إذا كشف لك الحكمة فيما منعك ينقلب المنع عين العطاء. نعم. أستاذنا الكريم، وورد في قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بعض الناس يعكسون هذه الآية فتجده ذليلا أمام المتفلتين والفاسقين والمنحرفين، وعزيزا أمام المؤمنين. كيف يتعامل المؤمن مع إخوته ضمن مفهوم العزة؟ والله أنا لا أرى أن هناك علاقة أرقى وأمتن من علاقة المؤمنين بعضهم ببعض. ذلك أن المؤمن أخو المؤمن. ما الذي يؤكد هذا التواصل؟ هو أن كل إنسان له سمات وصفات. إن صح التعبير نسمي هذه السمات والصفات خارطة لهذا الإنسان. وهناك روائز في علم النفس كثيرة، يسأل حوالي يعني 100 سؤال، من خلال الأجوبة ترسم له خارطة. فالسمة أوسع من الصفة. قد نقول سمة الضبط، فالمواعيد مضبوطة والحسابات مضبوطة والكلام مضبوط، ففي سمات وفي صفات. الآن لو رسمنا خارطة إنسان وفق سماته وصفاته بطريقة مشروحة في كتب علم النفس، وجئنا بخارطة لإنسان آخر ووضعنا الخارطتين على شكل عمودين، ثم درسنا صفة صفة، فكلما تطابقت الصفة مع الثانية وضعنا خط عرضي. ما هو قانون الحب؟ قد يكون بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشريكين وبين الجارين وبين المؤمنين. كثرة هذه الخطوط العرضية، يعني كثرة التقاطعات، يعني كثرة التوافقات، هذا هو قانون الحب. لذلك المؤمن، لماذا يحب المؤمن؟ المؤمن صادق والمؤمن الآخر صادق. المؤمن الأول كريم والثاني كريم، شجاع شجاع، معتدل معتدل، متواضع متواضع. هذا التوافق بين شخصيتين هو في الأعم الأغلب السبب الأول للحب بينهما. هذا تفسير علمي للمحبة. نعم، بين المؤمنين. في سمات وفي صفات، والسمة قد تنطوي على عدة صفات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أستاذنا الفاضل. لو انتقلت إلى يعني المحور الأخير في لقائنا اليوم، ويحضرني هنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. كيف نربط العزة بالاستغناء عما في أيدي الناس؟ الحقيقة سئل أحد كبار التابعين الحسن البصري رحمه الله بمن نلت هذا المقام، قال باستغنائي عن دنيا الناس، بحاجة الناس إلى علمي واستغنائي عن دنياهم. أنا أتألم أشد الألم حينما يكون الواقع العكس. لو أن الناس استغنوا عن علم العالم والعالم بحاجة إلى دنياهم ضعف مركزه. لذلك أنا أرى أن العالم إذا له عمل يستغني به عن الناس، لأنه قيل من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذن أستاذنا الكريم، وحتى عموم الناس، يعني تجد أحيانا بعض الناس يمدون عينيهم إلى ما متع الله به يعني غيرهم. نعم، وبذلك يعني يصبح ذليلا أمام شهوته وضعيفا أمام الحقيقة الناس. الصفة الأولى للمؤمن أنه عزيز، عزيز النفس، وأحد أكبر أسباب عزته استغناؤه عن دنيا الناس. وإذا كان هذا المؤمن عالم وحاجة الناس إلى علمه، هذا يعطي الإنسان عزة. نعم. وهل حسن الصلة بالله تعالى وهو العزيز جل جلاله تكسب الإنسان عزة؟ والله أنا أرى، والقضية دقيقة جدا،
أن الإنسان حينما يعقد صلة حقيقية مع الله مبنية على معرفة الله وعلى طاعته، على استقامته وطاعته في الأعمال الصالحة، فحينما يبني الإنسان شخصيته على معرفة الله وطاعته يكسبه الله هذه العزة، لأن الله عزيز نشتق منه العزة. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. شيء دقيق جداً، الله عزيز، الله كريم، كلما أقبلت على الله اشتققت من كمالاته كمالاً تعلو عند الله به. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال بعض العلماء أنت حينما تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله عند الاتصال به تكون قد جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيراً أستاذنا الكريم وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون عزة المسلمين بدينهم. وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي المشاهدين، لم يبق لنا في ختام هذا اللقاء الطيب إلا أن نشكر لكم حسن متابعتكم، سائلاً المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائماً وأنتم بأحسن حال مع الله ومع خلقه. وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.